السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكل المشاهدين الكرام على قناة مغرب تيفي في حلقة جديدة من برنامج مع الناس. مع الناس اليوم عندنا لقاء شيق مع إحدى النجوم الأغنية المغربية واللي كيحضر معنا بمناسبة أول أسبوع من السنة الجديدة 2015، وكنتمنوا لكم من برنامج مع الناس تدخل عليكم الصحة ولنا وتحققوا بالتوفيق والنجاح. كذلك كنشكركم كثير جزيل الشكر على المتابعة ديكم عبر المواقع الاجتماعية وتتبع برنامج مع الناس. إذن حلقة اليوم ستكون متميزة أكيد، دردشة فنية مع إحدى النجوم، نجم أغنية الراي، وأكيد هذا النجم هذا اللي هو مبدع في أغاني وألوان أخرى سنكتشف عنها في هذا الدردشة الفنية. نخليكم مع بعض الصور وفيديوهات اللي كتخص بنجمنا وضيفنا اليوم، وخليكم تعرفوا عليه ولنا اللقاء بعد ذلك. عندك احساس من عطتك ليام
تحسب راسك ما فيه ناس. عشت انا يا في الوهام وما عندك احساس اني نعطيتك ليام. حسب راسك ما فيه بس وما فيه بس ما كاينش غير انت في هاد الدنيا. وقلتي لهم مسكين ما يدير والو بلا بيا. واش نسيتي قدرة ربي فين تباني انتيا. عشت انا مازال صغير وكبروني والديا والديا. اذا اكيد انكم تعرفتوا على ضيفنا، ضيف برنامج مع الناس، هو شاب سيمو. مرحبا شاب سيمو معك معنا. الله يبارك فيك خويا منصف. اولا كنشكركم، كنشكرك الاخ منصف، كنشكر كاع الطاقم التقني ديال المغرب تي في. وصافي بليزير حاضر في واحد الاذاعه مغربيه اللي ولات الحمد لله. راه كنت كنكون مثلا كنت فاس ديغنييرمون وكيقولوا لي راه واحد الاذاعه عندكم في بلجيكا معروفه، يعني الحمد لله خدات واحد الصدى. وصافي بليزير راني حاضر معكم في الاذاعه. إذن مرحبا مره ثانيه، وحنا كبرنامج مع الناس كان كيشرفنا انك تحضر معنا، وخصوصا انت نجم من نجوم الاغنيه الراي والاغنيه المغربيه بخلاصه، لانك تشيد بعض الاغاني بالوان مختلفه في ادائك الرائع. اذا بدايه نبداو حلقتنا اليوم، واول سؤال اكيد ان المشاهدين الكرام كيعرفوك وكيتعرفوا عليك من خلال مجموعه من الاعمال الفنيه اللي كنت فعلا بهرتي بها، لا من خلال الفيديوهات الكليبات اللي كانوا يعني شكل نموذج جديد، يعني الفيديو كليب اللي هو حيوي فيه اشياء للانسان. هرستي النمطيه القديمه، لان كنشوفوا بعض النجوم دابا الان اللي كتسجل اما هي بصوره جامده جالسه في شي بيانو، جالسه في شي باتري، جالسه في شي اله، ولا في حركه جامده. انت خلقتي في الفيديو الكليب ديالك اللي كانت اثاره عن بدالك انا من الفيديو الكليب، لان عندنا مجموعه ديال الفيديو الكليب اللي حققت يعني ارقام قياسيه في المبيعات وفي المشاهده واللي كانت نجاح. شنو السر ديال نجاح ديال الفيديو الكليب ديال شاب سيمو؟ والاخ منصف، انا بالنسبه للاعمال ديالي انا من الطبيعه ديالي وحتى في الكاركتر ديالي، يعني ملي كنبغي ندير شي حاجه كنبغي نديرها يعني هي هذيك ولا حمزه، يعني كتعجبني لا بيرفيكسيون في الخدمه. يعني الا بغيت ندير كليب خصني ندير نخدمه مزيان، باش ما والكريتيك دائما كيكون باش ما كيكونش فيه كريتيك، وكتكون شي حاجه اللي مختلفه على 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 بعض الناس اللي غير كيجي ويحط كليب فوالا. كتعجبني بيرفيكسيون في الخدمه، يعني ندير شي حاجه مزيانه ولا ما نديرهاش. اكيد انا كنشاركك لان كنلمس انا بعدا خصال من الفيديو كليبات ديالك اللي لمست العمل الاحترافي والعمل المتكامل، من خلال انه حتى الفيديو كليب كيتكيف مع ماشي كيكمي وانما كيتكيف مع الاغنيه والكلمات واللحن. يعني تبارك الله عليك، وخصوصا فيديو كليب اللي خلقوا ضجه. اكيد مشاهدينا الكرام والمتتبعين برنامج مع الناس كتعرفوا اغانيهم اللي كسرت، يعني كنقول لك كسرت الدنيا كما كيقولوا المصريين. ما كاينش غير انت اللي كانت ظاهره، وكنا كنشوفوا جميع القنوات التلفزيونيه واللي كانت كتعيدها كثرة الحكم الموضوع ديالها وموسيقته وجماليه الفيديو كليب ديالها. كذلك شالاي لاي يا حبيبي اللي اغنيه معروفه واللي هي كتضاف القاموس الاغاني او الريبرتوار ديال الاغاني ديال شاب سيمو. واغنيه الاخيره اللي هي خالقه يعني ضجه، يعني كما كنقولوا اللي هي معروفه اكثر، ننسى روحي وما ننساها ما ننساها. وهذه اغنيه ديال الموسم 2014 اللي فعلا مجموعه ديال الاذاعات صارت يعني كانت كتديعها. بالاضافه باش نكونوا كلير في هذه المساله، هذه الاغنيه حققت من احسن الاغاني 2014. شنو القول ديالكم في هذه المساله دي؟ هو صافي بليزير، يعني تكون الاغنيه ديالي كتحقق هذا النجاح. وداك الشيء كيبقى حنا المهم انا شنو كندير، كنخدم الاغنيه كنحاول يكونوا فيها كلام مزيان، باسكو هذه الاغنيه هذه اللي كان دار لي كلام هو الشاعر العراقي علي البالام اللي قاطن هنا في بلجيكا، فنان كبير. والمؤخرا اللي كنتعامل معاه هو الكلام، في يعني في الكلام واللحن، كان اللحن ديالي. والكليب كنت خدمته هنا مع فرقه، يعني فرقه بلجيكيه اصدقاء ديالي، ودائما كنديروا حاجه وكنخليوها يعني على الله فوالا. كنديروا المجهود ديالنا وكيبقى ديك الساعه
ديال الناس كيفاش كيتلاقاو الناس وحنا برنامج مع الناس اكيد والناس كيتابعوا شاب سيمو من خلال اعماله وابداعه وكنتمناو دائما يعني يرقهم داك الشيء اللي كان اللي كنديروا يعني كنتمناو اكيد ننسى روحي وما ننساها يعني كلمه يعني فيها مدلولات وفيها معاني اش كتعني واش حتى شي وحده لا دابا هي ولا لا ماشي هي فاش نساتك ولا هي فاش كنت درت الاغنيه ديال ما كاينش غير انت يعني بزاف كانوا كيتصلوا بيا مثلا فيسبوك لي فان ولا بنات مثلا كيقول لك علاش ما ديرش ما كاينش غير انت باسكو الاغنيه كانت ضرب ضجه في المغرب يعني وبارتو وكيتصلوا بي كيقول لك علاش ما ديرش ما كاينش غير انت الناس عجبتهم بزاف وحاولت ما الاغنيه اللي موراها حاولت ماشي دائما نبقى نطعن في المراه يقول لك هذا حق على المراه ولا عنده مجال يعني درت اغنيه اللي هي كنقول لها ننسى روحي ما ننسى باش كنبدل شويه الستيل اكيد اذا في اطار المناصفه عملت جوج اغاني اللي كيرضيو الطرفين وبالتالي هذه الاغنيه ننسى روحي ما ننسى باش يكون في علم جميع المشاهدين والمتتبعين البرنامج مع الناس هي حققت احسن فيديو كليب واحسن اغنيه 2014 حسب استطلاعات يعني راديو بزاف بزاف تي في اللي معروف دابا الان في المغرب اللي راديو تلفازة راديو تلفازة إذن راديو تلفازة بزاف تي في اللي دارت هذه الأغنية من أحسن أغاني 2014 وأكيد كاين إذاعات آخرين وتلفازات آخرين اللي يعني في ضمنها هذه الأغنية هذه اللي حققت أحسن أغنية وبالتالي علينا شرف أننا هذه الأغنية هذه نهديوها لكم من خلال يعني هذه 2014 مناسبة سنة جديدة إذن عم بقوا مع فيديو كليب دي شاب سيمو ننسى روحي وما ننساها ونعود بعد قليل ذكريات في قلبي ليها كل يوم يكبر حبها مشتاق بزاف نشوفها ما كان عندي غلا منها ذكريات وذكريات أحلى أيام عمري اللي فات هي الروح والحياة ننسى روحي وما ننساها ذكريات في قلبي ليها كل يوم نتوحشها مشتاق بزاف نشوفها ما كان عندي غلا منها ذكريات وذكريات أحلى أيام عمري اللي فات هي الروح والحياة ننسى روحي وما ننساها ننسى روحي وما ننساها
ذكريات في قلبي ليها كل يوم نتوحشها مشتاق بزاف نشوفها ما كان عندي غلى منها ذكريات في قلبي ليها كل يوم نتوحشها مشتاق بزاف نشوفها ما عندي غلى منها ذكريات وذكريات أحلى أيام عمري اللي فات هي الروح والحياة ننسى روحي وما ننساها إذن هذه كنت مع أغنية ننسى روحي ما ننسى لشاب السيمو اللي حضر معنا ضيف برنامج مع الناس بمناسبة السنة الجديدة 2015. إذن نكملوا حديثنا أغنية ننسى روحي ما ننساها ومجموعة ديال الأغاني اللي حققت يعني فعلا نجاح بالنسبة للسيمو. هذا النجاح شنو كيكلو واش كتعطيه ضفرة وجهد أنه يبدل في خلق وإبداع يعني ألبومات وأغاني جديدة ولا هو لا هو لا. أخ منصف أنا في الأغاني ديالي يعني ماشي أنا اللي كنقول ما فيش ذاك الطبيعة اللي كنقول أنا وأنا ملي كتشوف مثلا الأغنية ديال ما كاينش غير أنتي ولا ننسى روحي ما ننساها أنا كناخذ دائما كنحاول نخلي ذاك الرأي القديم ولكن حيت دابا إلا 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 اللي كنسمعوا دابا الرأي ديال هذا الوقت راه ما كاين لا كلام لا موسيقى جوج نوطات وطلق أنا كنحاول دائما كيقول كندير لابير حيت كنبغي الأغاني ديالي يسمعوهم كاع في اي دار يعني يسمعوهم الكبير كي الحمد لله عندي دي فان كتلقى فان عندي 5 سنين كتلقى مره عندها 70 عام دي فان يعني الاغنيه ديالي نبغي يسمعها اي واحد وباش يسمعها اي واحد خصو يكون الكلام زوين وتكون الموسيقى اللي كتقيس الناس وهذا هو كنظن انا هو يعني كيفاش كنقول لو سكري باش الناس كي تقبلوا أغاني أكيد في الكلام خصوصا وأنت كتستعن وهذا شيء إيجابي كتستعن بعض الشعراء والكتاب اللي هم معروفين أكيد أن الكلمات عتكون كلمات في المستوى وحتى المتلقي اللي عيسمع هذه الكلمات عيبغيو كيكون معنا خلاف بعض المغنيين واللي هما نجوم أيضا زعما فعلا ونقولوها بصراحة اللي كيبغي يكونوا منهم كل شيء فنانة وكتاب ومبدعين وبالتالي كيطيحوا في هذه النازلة ديال كذا أكيد أن الرأي المستوى ديال الرأي يختلف من فنان إلى فنان وهذا شيء طبيعي وحتى هادشي كنلمسوا الفيديو كليبات ديالك مجموعة ديال الكلمات وفي الأغاني من غير الفيديو كليبات أكيد عندك كثير من الأغاني اللي هي وهذه مناسبة كان المشاهدين الكرام على أنهم يستمعوا أكثر الأغاني القديمة ديال شاب السيمو اللي كانت رائعة في اللحن ديالنا وأنا كان نعطيكم هذه الوصفة يعني تتبعوها باش تكتشفوا أكثر الجمالية اللحن لدى شاب السيمو. شاب السيمو أنت متألق شاب السيمو هو من الأسرة فنية جوبونس عندك ثلاثة الإخوان كتغنيوا ثلاثة بكم تبارك الله يعني نجومية يعني وشهرة ومعروفين وكل واحد عنده ستيل تقريبا مختلف على الاخر شنو يمكن تقولنا على هذه مناسبه نهضروا شويش على الراي عندي الاخ ديالي اللي في المغرب سامي راي وكاين الاخ ديالي هنا الشاب امير وكل واحد له ستيل ديالو مي كتبقى باسكو انا هو الكبير يعني كي كنقولوا مني رواو يعني مني فاش كنت انا كنسمع باسكو انا بديت الموسيقى تقريبا ملي كانت عندي 6 سنوات و 13 سنة كنت مع أوركست في يعني درت أنا أعراس يعني خدمت أعراس بوغ سا أنا كنغني مثلا الشعبي كنغني أي حاجة نقدر نغنيها مي بون كتبقى السبيسياليتي ديالي هي الراي باسكو أنا من تازة يعني تولدت في توريرت في منطقة توريرت يعني كي كنقولوا مدينة الشيوخ تماك فين كاين القلال والقصبة ومن بعد تحولنا لمدينة تازة اللي تربيت فيها وكي قلت لك انا هو الكبير في خوتي ورواو مني يعني كانوا كيسمعوا حتى هما الموسيقى وانا وكل واحد كل واحد خد السيل ديالو يعني في ماشي واش نتوم اسره فنيه يعني اب ام ولا عندي الجد ديالي انا كنت ما شفتوش الله يرحمه كانت حكات لي الوالده ديالي يعني الاب ديال الاب ديالي كان كيدير داك لوتار ولكن داك الجويه ديال كي كنقول ولاد حريز
بحال داك الشيء ملي كنقول العلوه ولكن البلوصه داك الشيء قديم. والوالد ديالي حتى هو كان كيدير الموسيقى يعني داك الشيء في الدم. يعني يمكن نقولوا يعني اسره فنيه وهذاك الشيء خارج اكيد حتى تيكلمسوه يعني من خلال يعني بعض الفن، وخصوصا انا كنعرف اكثر شاب امير وكاين شاب سيمو وشاب سيمو وسمير راي. وشاب سيمو تقريبا معروف اكثر يعني صراحه وغنقولوها وما يتقلقوش مني خوتك، يعني سيمو معروف اكثر وتقريبا تم معروف من الفنانه يعني المهاجرين، وكاين مهاجرين كاملين اللي في اوروبا المغرب العالم كيقولوا هذاك فنان ديالنا. كاين جوج الناس ولا ما نكذبش كيقولوا شاب سيمو وسعيده فكري اللي في امريكان وانت اللي في اوروبا، يعني كاين مغاربه العالم يعني كيبغيوك بزاف، كيتعاملوا معك بزاف، كيهتموا كيتبعوك في الاعمال ديالو. هادشي نقولوه بلا يعني ما يتقلقش شي فنان، لان بلجيكا واسبانيا وفرنسا واوروبا فيها كثير من الفنانه، وانما كل فنان عنده درجه ديالو على حسب الابداع ديالو على حسب. انت سي سيمو اللي كيقولوا عليك وحنا غنجبدوا الكلام، كيقولوا عليك انت الفنان الوحيد اللي ما كتعطيش الفلوس، كاين مجموعه ديال النجوم باش تبان باش تدار خاصها تعطي الفلوس والواسطه الى غير ذلك، انت الوحيد اللي الان اللي كيقولوا ما فيهش هاد الشبهه، واحد الانسان اللي هو عنده كرامته وعنده شخصيته وانه اللي كيعيطوا له اللي باغيناه وكيحب فنه كيعيط له. شنو ترد على هذا الكلام هذا؟ الكلام هذا صحيح، لان فين ما مشيتي يعني دابا في هذا الوقت ديالنا فين ما مشيتي كاين خص الفلوس. ولكن انا من داك النوع ديال الناس اللي ما كان كيفاش كنقولوا ما كنرضاش وما نقدرش مثلا نعطي مثلا الفلوس ولا باش يبين لي نفسانيا ما نقدرش نتقبلها. يعني وكنا كنديروا هذا الشيء وكراني ما عرفت فين وصلت. داك النفس ديالنا القبيحه هي اللي المهم نقولوا حنا الحمد لله، مي بون يعني خدا وقت طويل باش الناس يعرفونا. نعم مي فوالا، رغم الوقت يعني طويل، يعني اكيد الفنان يعني كيدوز عبر مشاكل وعراقيل، ونما في الاخر كيجبر يعني بحال دابا شاب سيمو عنده مكانته، ما كاينش العزوله يعني صراحه، يعني من خلال اغانيك من خلال يعني المهرجانات اللي كتشارك فيها والحفلات هو يعني. منصف بغيت نقول لك واحد القضيه في الدومين ديالنا يعني بقوه التجربه ديالي، هو تقدر تكون عندك صوت ولكن الموسيقى دابا في العالم دابا اللي عايشين بقات حتى في الدماغ. يعني كيفاش مثلا عندك اغنيه كيفاش تروجها، كيفاش تتكلم مع الناس، كيفاش يعني ماشي الموسيقى يكون خصو الموسيقى يكون كيفاش يعرف يتكلم مع الناس، كيفاش يعني كيفاش يوصل داك الشيء للناس. راه تقدر تكون عندك اون بيل فوا مي ما حتى شي واحد ما كيعرف ما يعرفكش. هذا الشيء دابا الموسيقى ولات لا غما. انت جرتيني في واحد الكلام وغنقول هذه المناسبه، بعض المرات في كل سنه بعض الفنانه يعني انا ما كنلوم حد وما كنجبد حد وما نقولش السميات، كاين فنانه اللي ولاو دابا الان يعني عايشين بالكذوب، يعني كي باش يخرج للشهره بعد ما كيتنسى كيخرج شي كذبه، كاين اللي كيقول لك تزوج، كاين اللي كيقول انا سيدي اعتزلت، وكاين شي واحد اللي كيقول لك لا انا فهمتي. كل واحد ولات لامود يعني، وانا كنت كتبت عليها واحد المره على هذه المساله لامود لبعض الفنانه باش يخرجوا الشورى باش يكتبوا عليه باش يقولوا عليه باش يحي باش يعيطوا له باش يعني هذه نعم. القضيه خي منصف هذه خداوها من امريكا يعني هما اللي كانوا كيديروا هذه القضيه، باش بحال بعض المغنيين كيقول لك هذا المغني هذا راه دار عمليه يعني كان مرا يعني ولا راجل ولا كيديروها بالعاني باش كتولي بحال دابا في المغرب ولا كيقول لك هذا الفنان راه مات هو ما ماتش علاش باش فيسبوك ولا يبقاو يهضروا عليه راه مسكين مات وراه ما ماتش، وكتلقى هو دايرها بنفسه ولا شي واحد كيقول لك راه شدوه مثلا البوليس ودار شي فضيحه شدوه غير باش هذيك غير الشهره وصافي. اكيد هو هادشي انا عارفين هادشي، ونهار اللي وقعت مع واحد الفنان وكنعرفوه مزيان وداره وكتبت انا على هاد المساله هذه وقلت بان هذه وسيله من الوسائل الدعائيه. بعض ما الفنان ملي كيكون عيموت فنيا يعني كيبقى شي معروف ويبقى شي جبدو كيحكي او كيعاود او كاين ناس اللي هما كيبدعوا لهم في هذه الاساليب هذه الشهره. الحمد لله سيمو انت بعيد على هذا الشيء. دابا هذا الشيء والناس واحد القضيه اخي موزيف، دابا الناس ولات عارفه شي دابا الناس واخا تعيا ما تكذب عليها عارفه، حتى الواحد اللي دابا كيكون كيتفرج التلفزه كتقول لك هذا راه ما مغني ما والو، الناس كتسمع ماشي بحال شحال يجي يكذبوا عليهم. ودابا المشكل اللي ولا كيبقى دابا المشكل كتلقى مغني كتلقاه كان مثلا نعطيك مثال كان دراب كي الله غدا كتلقاه كيغني، دابا هاد مع هاد الروبوتيك وهاد لوطوتيون دابا كلشي ولا كاين كلشي دابا الله يستر وصافي الله يستر كما قلتي وصافي. حتى الاستديوهات ولاو كثر، ولا في البيوت بيت نعاس في الصالون ولا استديوهات باغتو، ولينا كنسمعوا بعض المرات اصوات
اصوات اللي هي رديئه وبعض الاصوات اللي ما كتسهلش وكنجبروها عند ناس الدعم كيدعموها. جبهه جبهه شي باش كنقول لك انا كاين بنادم اللي كتلقاه عنده وداك لافيرتي ديالو ما يبغيش يمشي مثلا وكاين اللي كتلقاه جبهه يجلس معاك انت براسك راك دوخ بقى يقول انا وانا وانا وتلقى يمشي يجيب من هنا ومن هنا ويدفع هنا اكيد ولا. بالنسبه لبعض الاغاني وحنا كنناقشوا مع السي سيمو وجالسين معاه في الدردشه الفنيه جبدنا اغنيه ننسى روحي ننسى روحي وما ننساها وما كاينش غير انت وكاين اغنيه اخرى يعني فهمنا المعنى ديال جوج اغاني الاولى الاغنيه الثالثه اللي عندي مسطره هنا شلالاي لاي يا حب شلالاي لاي شنو هاد شلالاي بغينا نعرفوا هاد شلالاي ديالك السي سيمو بالنسبه لشلالاي هذه كلمه حمراء كيسولوا عليها هادو كيتسمى كنتسمى كنعيطوا لهم حنا دي جيميك جيميك يعني كتكون واحد الكلمه كديرها يعني كاين شي مره تقدر تكون عندها معنى وكاين شي مره ما عندها حتى شي معنى باسكو هذيك الاغنيه ديال شرايس شونسون فيسيف ديال 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 الشطيح ديال النشاط وكاين شي علاش باش كتبقى لاصقه في الراس دابا شحال واحد كيتلاقاني قبل فاش كتخرج الاغنيه كيقول لي فينا الشلالاي يعني الكلمه اللي كتبقى في الراس كاين كثير ديال من الاغاني مثلا ملي كنقولوا مي كان دار حميد الزاهر مثلا ديك الاغنيه ديال شخما خوما خوما ما كاين كلام ملي كنقولوا الا الليل لي يعني كاين شي كلام ما عندوش معنى مي بون كيبقى في الراس يعني أكيد. يعني كلمه انا كنعيطوا له هذا الشلالاي هذا جيميك ولا كلمه كيعيطوا لها جيميك بالفرونسي اللي كتبقى في الراس داكشي باش نستعملها حنا اكيد وانا كنشاهد اغنيه شلالاي لاي اللي هي اغنيه يعني بواحد السيل عاوتاني جديد يعني فيديو كليب ديالها بشكل موضب بشكل فيه لا دونس يعني واش لان هذا هو الجديد باش نقولوا للساده المشاهدين الكرام ان الاغنيه شلالاي هنا ناس سيمو في واحد العرض ديال يعني فيديو كليب فيه رقص فيه باش نخبروا بان سيمو راه حتى هو كيدير هذه القضيه الفن ديال الرقص وخصوصا هو استاذ يعني وكيعندو كيعمل لي كور يعني في هذه القضيه ديال الرقص شنو الرقص بالضبط اللي انت كت انا كنت درت دي كونغري انترناسيونال ديال لا دونس ديال لاتينو سالسا يعني سالسا ميرينغي باتشاتا تشا 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 كنت كنعطي لي كور في ليج فوالا في هذه الاغنيه ديال شلالاي اللي شفتها اغنيه يعني فيها شويه ديال لومبيونس حابب نجيب الجروب ديالي ديال الصاصا درنا واحد اللقطات ديال الصاصا يعني فيديو كان يعني مزيون بزاف يعني واخا يكون الفكره طريقه يعني ديناميكي حيوي نخليكم تشوفوا بعض لقطات او بعض مقطع من هذا فيديو كليب شلالاي لاي يا حبيبي بعد ما شاهدنا مقطع من هذا فيديو كليب شلالاي لاي يا حبيبي وانتم فهمتوا المعنى ديال شلالاي لاي اذا لما تسولونا عليها احنا عرفنا المعنى ديالها ندوزو الاغنيه ديال الموسم واكيد بغينا نناقشوها ونهضروا معك فيها ننسى روحي وما ننساها فيديو كليب يعني فعلا فيه تصوير بغينا تعطينا بعض المعلومات بعض الطريقه كيف صورتي شنو اللي كتخص بهذا الفيديو اللي هو
كان فيديو ديال السنة. بالنسبة ديجا لهذه الأغنية يعني غير باش نقول لك القصة كيفاش بديتها، كنت في استوديو هنا في بروكسل وكنت مع واحد صديق ديالي اللي هو نور الدين أشعلي موزع، وكنا غير في استوديو كندير يعني كندير شو بيناتنا، بقيت طاح لي اللحن قلت له عطيني الكاسك درتو، بقيت كنخربق في الكلام، هو كيدير البيانو يعني وكانوا معنا شي ناس وعجباتهم قال لك زوينه وحنا كملناها. مشيت انا اتصلت بواحد الصديق ديالي هو العراقي اللي سميتو كان وجه له التحيه من هنا من مغرب تي في اللي سميتو علي البالام، هو اللي دار لي الكلام ولا اغنيه، ومنين صالي لنا الاغنيه درنا لها حيت خرجت الاغنيه والكليب او ميم طون، يعني ما كانش كيديروا شي وحدين كيخرج الاغنيه من بعد يعني الاغنيه والكليب او ميم طون، والكليب اللي تصور في بلجيكا، تصور بلجيكا يعني بالضبط في اونفيرس، وكنا تما كنا خدينا داك الباطو تما باطو اللي كان هو باطو اوتيل اون ميم طون باسكو كيكريوها الناس اللي كيبغيو في الويكاند، ودرنا السيناريو ديالو فوالا الكلام يعني كان الكلام ديال علي البلام واللحن ديالي وكان التوزيع ديال نور الدين أشعلي. فعلا فيديو كليب فكره يعني هذا هو اللي الشيء الايجابي في الفيديو كليب ديالك، يعني فكره كتختلف يعني السيناريو كنلمسوا كاين سيناريو كيختلف من فيديو فيديو، وهذا شيء اللي هو اكيد كيكون مزيان حتى المشاهد اللي يبغي يسمع يعني ويشاهد يعني يسمع الاغنيه في مقاطعها كيعيش معها من خلال هذيك مجموعه ديال الصور اللي هي كتكون مركبه اللي كتكون عبر شريط سينمائي او فيديو، بالتالي الفكره ديال البحر وحتى داك اللباس جا معاك ديال القبطان، حتى اللي شافك يقول لك القبطان ضل الصح ياك. الحمد لله بهذا الكليب هادو عيطوا لي يعني في المغرب باش يعني مثل باش ندير افلام وداكش غير يعني بهذا الكليبات. نعم اذا لا وجه 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 سينما عندك السيمو وسينما وفنان يعني فنان متبادل. تكلمنا على شاب سيمو اللي هو نجم النجوم الراي يعني في المغرب وخارج المغرب، بالتالي سيمو كيمتاز يعني باغاني اخرى اللي يعني كيبدع فيها مثل الرقاده وخصوصا الاغاني الريفيه والشعبيه، يعني كيفاش يمكن انك ضبط هذه المجموعه ديال الالوان اللي هي مختلفه، يعني كنقولوا رقاده يعني الشرق الشعبي راه وسط المغرب والمغرب ككل يعني الشعبي الجبلي والشعبي الاطلسي الى غير ذلك، والريفيه اللي هي في منطقه الريف، كيفاش كتجمع انت ولا الفكره ديال هادشي؟ قلت لك اخي منصف انا بديت الموسيقى صغير قلت لك ملي كانت عندي 6 سنين وكنا كنديروا في ذاك الوقت كنا عيد العرش الى كنا كنكيعطوا نغنيو، انا درت العرس بزاف يعني والعرس عندك العرس بحال كتسمى مدرسه للفنان، يعني في العرس حتى اللي كان كيغني الشعبي كنت كنرد عليه الكره، انا نرد عليه الشعبي، اللي كيغني الشرقي كنرد عليه مثلا الكره، كنوض كنغني انا الراي، سي بور سا انا تشبعت وكبرت كنغني كاع لي ستيل الحمد لله. اكيد اكيد الفنان هو اللي خصو يدوز جميع المدارس ويكون كيعرف جميع الالوان باش يمكن يبدع. وكنقول لهم انا كنقول لهم الفنان اللي ما يعني اللي ما دوش الاعراس ودوز مثلا باش نقول مثلا الملاهي واخا كيقول لك هو قبر الفنان راه يعني ما يعني ما شاف والو، حيت باسكو كاينين شي وحدين غير كينوض كيقول لك انا راني كنغني حتى كتوصل عنده واحد 30 عام ولا هذاك الشيء في الدم. نعم اكيد كما قلتي وممكن انا نتفق معك، لان حتى هاد الملاهي هي المجال الخصب ديال الفنان فين يمكن يطور الامكانيات ديالو لا الصوتيه ولا الابداعيه في اللحن، كيفاش يجرب اغانيه الا كانت عنده اغاني مثلا، يشوف الماصه مع الناس اللي جالسين مع اغانيه. اكيد الاعراس ما كاينش شي فنان كنظن في المغرب كاكل يكون عصري ولا شعبي ولا راي ولا اي غني ما كيغنيش العراسات، اذا العراسات هي واحد المناسبات، هي واحد الفضاء واحد الشكل اللي هو يعني يعني لا اكثر واش شي حاجه داخله في تقاليدنا المغربيه، اذا ما يمكنش انسان تقول له كتغني في العرس يعني غطيح من قيمه، بالعكس انه كيشارك الفرحه ديال الناس من خلال تقرب الفنان لهاد الناس في اعراسهم وكيشاركهم، اذا فالاعراس وهاد الملاهي واحد المجموعه ديال الفضاءات هي اساسيه للفنان اللي يمكن انه تكون مجال فين يطور امكانيات ديالو، هذا ماشي عيب ماشي حرام ماشي نقص من اي فنان، لان فنان فنان وجود ديالو بصوته بالاداء ديالو بالمواكبه ديالو الفنيه. اكيد بالنسبه للرقاده اكيد انك غتكون ضالع بالرقاده وغتكون لان انت ولد المنطقه اللي يمكن فيها الرقاده كنظن. وانو نورمال وي كنغني رقاده وانا ولد المنطقه راك ولد الشرق كاملين في الشرق كاملين ما كاينش شي عرس ولا ما كاينش شي لازم ما تغنيش فيها الرقاده. كنغني ودايوغ عندي واحد الالبوم راه يكون الناس هنا في بلجيكا راه كاين في
في الشركه في فريد برافو مارين سميتو لايف ا بارسلون. لايف ا بارسلون هذا السيدي ديالي اللي كان دار سوكسي مزيان اللي فيه الشعبي وفيه الراي وفيه الرقاده وفيه الريفيه. يعني انك كتلمس الالوان وهذا شيء جميل شيء جميل. وحق انت يعني متفوق اكثر في الراي صراحه. لا ماشي متفوق فيه يعني هو اللي كنحس به حيت كنغني شي حاجه اللي كنحس بها مزيان في الراي. اذا اكيد شاب سيمو من خلال هذه الجلسه هذه يمكن كنتعرفوا عليه اكثر كنلمسوا فيه واحد يعني حتى تواضع عادي كيهضر عادي بدون. وهذا الشيء اللي كيخلي اي فنان يكبر في العين ديال المحبين ديالو والمشاهدين اكيد انهم كيشوفوا فنان متواضع وهو واصل لواحد القمه في النجاح انه واصل الحمد لله. كنعرفوا بان شاب سيمو معروف بابداعاته بالانتاج ديالو بشكل كل سنه وتقريبا الفيديو الكليب ديالو كل سنه كتخلق لك واحد العمل كيكون عندك ما كاينش اكيد. وان شاء الله راه عندي ان شاء الله غير في هذه الايام اللي جايه غادي نصور كليب جديد ان شاء الله ديال اغنيه اللي عندي شويه قديمه والناس طلبوا لي قالوا لي دير واش ممكن دير لها كليب وداك الشيء يعني لي فان اللي سميتها سي دوماج. هي تقريبا مثل تقريبا بحال في الكلمات قربها شويه ما كاينش غير انت. نعم وان شاء الله غادي نصور لها واحد الكليب جديد ان شاء الله غير في هذه الايام. اذا هذا كنحاول كل نعم. كل عام ندير كليب. اذا مزيان هذه فكره ممتازه يعني رغم ان كنعرفوا ان الامكانيات بان باش تصور فيديو كليب وباش تخرج اغنيه هي كتطلب امكانيات ماديه كبيره. هي كتطلب ولكن الحمد لله باسكو كي كنقول شي مره كيديروا معايا دي زانترفيو في المغرب يعني في التلفزه المغربيه ولا كيسولوني شنو الفرق مثلا بين اوروبا واش احسن في اوروبا ولا في المغرب. بصح انا كنجاوب بصراحه كنقول لهم الاحسن هنا باسكو هنا مثلا نعطيك مثال كاين في المغرب كتجي تصور كليب كيقول لك كيطلب لك 10 المليون كتجي هنا كديرو انت مثلا بجوج شوف الفرق كي داير وكتلقى هنا لا كاليتي احسن من لا كاليتي لهيه. يعني اوغوزمون حنا هنا في اوروبا تقدر دي تدي ديون نقدر ندي ديون نجيب كاميروني ندي معاه ديون نجيب امريكانيه ندير معاها ديون نجيب ماشي بحال المغرب يعني كاين شي حوايج مزيانين هنا. اكيد هاد المساله هذيك وجبتها انا مع واحد في نقاشي مع احد المبدعين في السينما وكيقول لك انا كنفضل ان نسجل انا هنايا الحكم الامكانيات والدار فيه وكتقام التكلفه اقل من المغرب. وهذا غريب يعني خصها تكون العكس الوقت اللي خصها تكون العكس هنا كيوقع يعني ارخص حتى في التسجيل ديال الاغاني لي سي دي هي ارخص من المغرب بكثير. وكاين هنا بلجيكا مثلا ومغير البلدان الاخرى الاوروبيه انا كنهضروا على بلجيكا اللي فيها استديوهات محترمه وعندها امكانيات انها اللي كتنتج هاد يعني الاغاني. وبالاضافه كاين مجموعه المخرجين اللي هما مغاربه ومغير المغاربه بجنسيات مختلفه وامكانيات اكثر في قضيه ديال التسجيل وبالتالي كيتسهل المأمورية للفنان انه هو يمكن يدير عمل بواحد الكاليتي. وفعلا ولسنا يعني انا ما نكرهش نسجل ندير كليب في المغرب باسكو الجو ديال المغرب باسكو راك عارف الكليب باش يطلع الكليب زوين راه هو داك الكليراج وداك الجو معروف في المغرب عندنا الحمد لله بالجو ديالو زوين. ولكن المشكل باش تمشي لتما وتلقى الناس اللي يصوروك ولا كاليتي ويعني والثمن كان الاحسن كان لحقاش كيسولوني شحال مره كيقولوا لي في المغرب قلت لهم علاش ما ديرش كليب هنا كنقول لهم انا هنا عندنا يعني هنا يعني كل شيء سهل. نعم يعني مثلا الكليب ديال نصار وحيوما نسى كنت عندي الفكره باش الباطو مشينا عند مور الباطو مثلا وهضرنا معاه باش يكون في الجينيريك وهذه يعني كل شيء تسهيلات كنت في بلاصه اخرى يقول لك بحال تسكري الباطو خاصك تسكريه يعني اكيد يعني الحمد لله هنا يعني ولات الامور عكسيه. اذا مزيان هذه بشره نقولوها للفنان انه ان الامكانيات ديال هنا بعدا خصوصا بلجيكا امكانيات اقل تكلفه من المغرب. وهذه صراحه كيقولوها جميع الفنانه اللي كيشتغلوا لا في الدومين يعني في مجال الغناء ولا في مجال السينما و الامور اللي كتعلق بالفيديو والتصوير الى غير ذلك. سي سيمو اخر محور اللي يمكن نجبد معاك مساله ديال الفيستيفالات مهرجانات اكيد انا متبع الساحه الفنيه من خلال التتبع كنشوفك انك تشارك كمان في سهرات على في المغرب وخارج المغرب والحمد لله انت انا قلت لك حتى داخل مثلا هنا بلجيكا دائما انت معروض في سهرات وكيعيطوا لك الناس تحبي شنو يمكن تقولنا خلاصه حول المهرجانات مشاركتك اللي دازت واللي كاين وشنو الاعمال ديالك المستقبليه؟ كنت يعني الحمد لله كنشارك في مهرجانات بارتو
يعني بارتو قاعد تولي بارتو في العالم وداك الشيء. المغرب غير ديغنيغمون باسكو افون في المغرب انا ما كنتش كنهتم بزاف يعني في المهرجانات في المغرب. معنا عايش هنا بعد وليت كنهتم مع كثروا لي المهرجانات في المغرب، مي الحمد لله هذا العام هذا اللي داز كنت دوزت مهرجانات معروفين، وهذا العام ان شاء الله جايين في الطريق. ديجا راهم تكلموا معايا اللي كنشكرهم دايريني في البروغرام ديال هذا العام ان شاء الله ديال 2015 الفيستيفال ديال الرايد وجده. صافي بليزير باسكو كوم كنغني الراي صافي بليزير نحضر فيه، وكنشكر المنظمين فوالا والناس ديال وجده خصهم يجيو يتفرجوا ان شاء الله هذا العام اكيد. وحتى المنطقه اللي انت قريبه يعني نفس المنطقه الشرقيه، المساله ديال المهرجانات وكي بعض المرات كيضرني راسي ملي كنسمع هذه القضيه المهرجانات كنهضر، يعني كاين استثناء خاص لهذه القضيه ديال الفنانه ديال المهجر، وسيمو واحد من الفنانه ديال المهجر يعني اللي عايش بلجيكا، وكاين فنانه كثيرين اللي هما مشهورين ومعروفين اللي كيستثناو من بعض المهرجانات اللي داخل المغرب. ما عرفتش علاش، واش الحكم البعد ولا التكلفه ديالهم ولا ما عرفناش السبب الحقيقي، ولا من خلال اننا ملي كنتواصلوا مع الناس اللي منظمين ديال الحفل كيقول لك لا المساله راه بعض المرات كتكون عندكم افكار خاطئه، هاد الناس هادو راه خا يكونوا عايشين برا وهنا متواجدين المغرب يعني باستمرار، وانهم كيلتزموا في حفلات كثيره، اذا بالتالي فاحنا الدعوه ديالنا لهاد الناس المنظمين ديال الحفلات انهم يستدعوا الناس والنجوم ديال المهجر واللي هما نجوم ديال المغرب بحد ذاته في المهرجانات وفي ستافلات. واكيد المغرب بغيت نقول لكم واحد القضيه الاخ منصف، حنا بالنسبه هنا مثلا ملي كنشوفوا في بلجيكا ما يعني ما عندناش كثر ديال الناس اللي معروفين مثلا، نقدروا نجبدوا اللي نقدروا معروف كي كنعرفوا انا والصديق مثلا الدوزي، حفيظ الدوزي كيكون في مهرجانات كيستدعي باسكو هذا الدوزي عنده المناجر ديالو هو الاخ ديالو كيعرف كيف الناس كتعرف كيفاش تخدم، بنادم معروف كيبغيوه الناس. عاد دابا قلتي واحد يعني ما بتاخر قلتي كاينين هنا الناس معروفين ما شتي ماشي يعني فنانه اللي مثلا عندنا هنا في المهجر مثلا معروفين في المغرب، وقضيه واحد القضيه باش تخدم باش تمشي للمهرجان خص الواحد عاود يبحث، ماشي غير غادي تكون جالس في دارك. حيت كيقول لك مثلا غير ثلاثه كيقول لك انا راه انا ما نقدرش بقوه ما كاين الفنانه بزاف ما غاديش نقدر نفكر فيك انت، خص الواحد بعد كدير دوسي دو بريس يكون عندك ماناجمنت خصك تمشي تمشي تدفع الدوسي، ما يقدرش غير الواحد يجي تكون ناس يجي يقول لك الو اجي حقا اجي تخدم. لا انا متفق معك، وانما اللي كنهضر عليهم النجوم كنقولوا بعض الفنانين اللي معروفين في اوروبا انا ما خصنيش نجبد الاسماء، نقول لك الاسماء ديالهم ماشي كثير ماشي قليل، وانما نقولوا على جوج ثلاثه ماشي جوج ثلاثه، شنو المشكل انك تعيط له هاد الناس هادو؟ كاين الناس اللي كيحطوا الدوسي بريس ديالهم في المهرجانات في الاذاعات في التلفازات ما كيعيطوا لهمش، بالتالي احنا الدعوه ديالنا اللي كنقولوا احنا شنو الاهم ديالنا في هذه المساله؟ هاد الناس كيحطوا دابا الا ما حطوش نقول له هذيك المشكل ديالهم، اسيدي هذوك كيحطوا المسائل ديالهم وكيتصلوا وما كتعيطوا لهمش، ما كتعيطوا شنو السبب يعني؟ على الاقل هاد الجاليه اللي كتمثلها بعض الفنانات تكون عندهم واحد الكوطه في هذا الفيستيفال، ماشي شي حاجه كبيره كنطلبوا، تبارك الله المغرب عرفتي بحال الفيستيفال اللي ولا فيه دابا المغرب كل مدينه وكل قريه فيها فيستيفال بمعنى هاد ثلاثه 10 5 ديال الفنانه اللي هما المغرب اخويا نوزعوا لهم وكذا، وبالتالي نشوفوا التمثيل ديال الجاليه في قضيه ديال الفن، ياك ملي كتقولوا الجاليه حق ديالهم كجميع المواطنين المغاربه عندهم نفس الحقوق في الدستور، هو خويا هاد الفنانه راه عندهم الحق حتى هما يشاركوا في المهرجانات. يعني انا هاد الميساج حنا كنوصلوا ليهم المسؤولين كنقولوا غير الفيستيفال مثلا دموازين راه تقريبا شي 3 سنين وانا كندفع له. نعم نورمالمون هاد العام كنقولوا راه يقدر يعيطوا راه في البال، مي بون كنتسناو غير الواحد شوف الواحد خصو يصبر، وخصو كي قلت لك انا قبيله في واحد خص الموسيقى دابا خصك تكون تعرف كيفاش تخدم، راه ماشي هو الصوت ماشي هو حتى مثلا واخا يكون عندك الدوسي خصك تعرف كيفاش توصل ذاك الدوسي ديالك لذاك الناس، خصك تعرف شنو تبروزونتي. اتفق معك السي فهمت راه فهمتك شنو بغيتي تقول. فهمتك هاد الناس هادو راه كاين الناس اللي عندهم لي ماناجير ديالهم لي بروفيسيونيل اللي كيخدموا وكيمشيو، انما للاسف خصهم شويش ديال العمل، هذاك العمل هو اللي باقي كنظن انا في رايي باش يدوزوا لهاد الفيستافال، لان هاد العمل هذا اللي كنهضروا عليه ماشي كوش الفنانة عنده، راه كاين فنانة اللي كيبانوا بزاف كنشوفوهم عندهم هاد الامكانيه ديال العمل، وكاين فنانة اخرين هاد الامكانيه ديال العمل راه كيوظفوها في اشياء اخرى في الاعمال اللي يمكن صافي غنبغي نقول لك واحد القضيه، دابا كاينين شي فنانه شنو كيقولوا؟ هي كتكون في هاد الدومين كيكون شويه ديال الغيره، حنا كنهضروا بحال حنا دابا في الدار ديالنا بحال راني في الدار ديالي، كيجي كيقول لك راه
وراه السيمو راه كيمشي للتلفاز راه مثلا كيقول راه السيمو راه كيعطي ويعطي هذا راه كتجي غير هضره كتجي داك الغيره وكتجي وانا نتصاوس نقلب فهمتي يعني الواحد في هذا الدومين هذا يبحث واخا ما قبلوكش المره الجايه المره الثانيه حط الدوسي ديالك وغادي يجي واحد الوقت خص الكفاح الا ما درتيش هكا ما كتجيش داك الحلاوه ديال انت بديتي تهضر عاوتاني بهذيك الحلاوه الحلاوه نعم لسقا حنا كنهضروا على المهرجانات ما كنهضروش على الاذاعات والتلفازات والبرامج الاعلاميه المهرجانات يقولوا ولا ما يقولوش حنا حاجه وحده كنقولوا المشاركه ديال الفنانه ديال المجر مجموعه ديال النجوم انه تفتح له المجال لمشاركه المهرجانات كاملين اكيد ان كاين مجموعه ديال الفنانه اليوم اكثر وانا راه كاين درجات اسمح لي كاين درجات تختلف يعني يمكن شي مثلا كنشوف المهرجان كتبقى بعض عفوا بعض الفنانه اللي هما في درجه ديالهم اقل من درجه اخرين ونفس التكلفه الامكانيات الماديه نفس التكلفه ما تعيطش هذا تعيط هذا علاش هذا هو السؤال وهذا مشكل كبير في القضيه ديال المهرجان ديروا لنا مهرجان اخي موصف هنا كارثه ديال هنا انت جبتي لي هنا مزيان جبتي لي هنا هنايا كذلك كاين مجموعه ديال المهرجانات كيديروا بعض السهرات والحفلات هنا اللي كدو بعض السهرات اللي كدعمهم يعني الوزاره ديال الجاليه وبعض المرات كتكون فيها تداخل بين القنصليه والسفاره وبعض الناس اللي هما مغاربه للاسف كيجيبنا كيجيبوا فنانين من المغرب انا ماشي ضدهم انا معاهم جيب واحد جوج ما كيجيب كيجيب لك الفنان المغرب كيتكلف له بواحد التكلفه باهظ وحنا كحداك معاك اصحابي عايشين يوميا فنانه كبار يمكن انكم انتم تنشطوهم في اطار العمل وانهم دائما هما مغاربه وعيبقوا مغاربه وكيشاركوا عمل في الاعمال كثيره وناجحين يعني مساله ديال برا عاوتاني مشكل اخر هاد الناس هادو ما فهمتش حنا ما كنسدوا الباب على احد الباب مفتوح وانا ما كنقولوا شويش ديال الانسان يعمل المصداقيه في الاعمال وخصوصا في المشاركات ديال الجاليه المغربيه وانا كان ديما كندافع على الجاليه المغربيه كفنانين كمسؤولين كفاعلين كناس عاديين في مشاكلهم فرحتهم في اي شيء نحن برنامج مع الناس هو برنامج ديال الجاليه المغربيه اكيد سيمو هو الوقت ما كيسمح ليش انا وانا جلسه معك هي ممتعه صراحه وكان ممكن اننا نتلاقاو في حلقات اخرى مقبله اكيد انت من نجم النجوم الاغنيه الراي المغربيه يعني وانت معروف هنا وكيحبوك الناس كثير وبالتالي حنا بدينا معك الموسم 2015 كاول حلقه مع فنان شاب سيمو اخر كلمه شاب سيمو شنو يمكن تقول الناس والمحبين ديالك اللي بغيت نقول لكم كنتمنى ان شاء الله هذه السنه هذه ديال 2015 تدخلوا عليكم بالصحه وطول العمر وباش ما تمنيتوا ان شاء الله وكنتمنى داك الشيء اللي كندير يعجبكم وكنحيي المسلمين كاع والمغاربه خصوصا داخل وخارج الوطن وتحيه كبيره للمغرب تي في ولهذا البرنامج مع الناس اللي كيعرفوه كاع الناس كاملين وشكرا كنشكرك حنا زيد الشكر السي سيمو على تلبيه الدعوه الله يبارك فيك البرنامج مع الناس وما بينا اننا نتلاقاو في لقاءات اخرى ويمكن نهضروا معك اخر على المشاكل ديال الفنانه وبعض الاشياء هادشي اللي بغينا هادشي اللي بغينا انا ما بغيتش الى الحلقه انا فين ما تكون شي مشكله غادي نجي عندك مرحبا انا كنت ما بغيتش نجبد معك لان بدايه ديال سنه 2015 وبغيتش نبدا بهاد المشاكل بغينا تكون فرحه ونشاركوا يعني مشاهدي الكرام ومتابعين برنامج مع الناس هاد الفرحه من خلال مجموعه اغاني ديال شاب سيمو اللي هي اغاني رائعه صراحه وانا من الناس المعجبين بشاب سيمو وكنتبعوا اكيد في الجديد ديالو ديما كنتظر انه الجديد ديالك يحل بالمناسبه اولا كاين جوج حويجات ضروري نعمل لهم اشاره في الاخر قبل ما نسد اولا تهنئه للسي محمد تيجيني اللي هو زميل ومقدم وعد مقدم برنامج تيجيني ترك لحصوله على يعني التميز سنه 2014 اذا محمد تيجيني كان من ضمن 10 الاوائل او المصنفين بالتميز في 2014 من خلال البرنامج ديالو الرائع تيجيني ترك اللي كان عنده مواكبه دقيقه ويوميه للمشاكل لا المغرب ولا خارج المغرب الجاليه اللي هي مقيمه بالخارج وكذلك المغاربه اللي بالداخل وكان من خلال البرامج ديالو انتشر
ومجموعة مواضيع اللي هي سياسية اجتماعية اقتصادية فنية. إذن هنيئا للزميل محمد تيجيني على حصوله على هذا التميز القيم حسب استطلاعة الرأي اللي درتها جريدة الهسبريس المغربية المعروفة. إذن هنيئا له. كذلك نشكر الطاقم برنامج مع الناس وعم بدأ بالسي خالد الدلاحي اللي هو مسؤول على العلاقات، وكذلك الإخوة الآخرين اللي كيعملوا ضمن الطاقم التقني برنامج مع الناس. مع الناس يقول لكم ويتمنى لكم سنة سعيدة تدخل عليكم بالخير والتوفيق، وإن شاء الله في حلقة قادمة من البرنامج مع الناس.